استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد. نعم، ونقل معاليه إلى جلالته تحياتي وتقدير أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي. رحب جلالة الملك المفدى بوزير التجارة السعودي وأبلغه جلالته أيده الله بنقل تحياته لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته الخالصة لهما بدوام الصحة والسعادة والشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. أعرب جلالته عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء في جميع الميادين خاصة في قطاع التجارة، مشيدا حفظه الله ورعاه بالجهود والمساعي الخيرة لأخي خادم الحرمين الشريفين في توثيق أواصر العلاقات البحرينية السعودية في المجالات كافة. معربا معالي وزير التجارة السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حسن الضيافة والوفادة وعلى حرص جلالته المستمر لتعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.